السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الـ OOP في الجافا سكريبت. هنشرح ليه الجافا سكريبت بتدعم، أو الأسس اللي بتخلي الجافا سكريبت بتدعم الـ OOP. ولكن قبل ما نخش في الموضوع ده، تعالوا نفهم يعني ايه OOP. في الحقيقة الـ OOP هو نوع من البروجرامينج بارادايم. يعني ايه بروجرامينج بارادايم؟ وهو طرق متبعة في كتابة الكود البرمجي. بدل ما يكون الكود بتاعك سطر باي سطر باي سطر باي سطر، فالكود بتاعك بدل ما يكون سطر مثلا بيعمل بيكول الباك اند او بيعمل بينفذ اوبريشن معينه، والسطر اللي بعده بيكلم مثلا بيعدل في اليو اي بتاعك، والسطر اللي بعده بيعمل حاجه ثالثه معينه، فالكود بتاعك كده هيبقى خلطبيطه، يعني هيبقى سمك لبن تمر هندي مش فاهم. لو انت جيت تقرا الكود بتاعك هتلاقي كل حته بتعمل حاجه معينه، ودي حاجه غلط جدا. لو انت بالنسبه للريدابيلتي، بالنسبه للكود ريوزابيلتي برضو دي حاجه سيئه جدا. مش هتقدر ان انت في اجزاء معينه في الكود بتاعك تبقى متكرره كتير جدا، مش هتقدر ان انت تفاكتورلايز الكود بتاعك، وهكذا وغيرها كتير من المشاكل. حتى في الديباجنج والتستنج بقى هيكون الموضوع صعب جدا. فهم اتفقوا على طرق معينه في كتابه، بحيث ان هي يتبعوها في كتابه الكود البرمجي، بحيث تسهل عليهم كل الحاجات اللي انا قلتها دي. طب ايه اللي بيخلي بقى لغة البرمجة اللي هي الجافا سكريبت تدعم الـ OOP؟ يعني ايه هي الخصائص او الحاجات اللي في الجافا سكريبت تخليها تدعم الـ OOP؟ في الحقيقة هما في حاجتين بتخلي الجافا سكريبت تدعم الـ OOP. اول حاجة ان الجافا سكريبت بتأهل الديفلوبر ان هو يقدر يديسكرايب رياليتي يوزنج اوبجكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجافا سكريبت بتقدر تأهل اي حد بيكتب كود برمجي ان هو يقدر يوصف الحاجات اللي هو بيشوفها او اللي هو عايز يعمل لها implementation في الكود بتاعه عن طريق حاجه اسمها الاوبجكت. طب ايه كمان؟ يعني لازم يكون، بيقول لك لازم تديفاين كمان الريليشن شيب among الاوبجكت زي ما هتشوف دلوقتي. بيقول لك كمان لازم يكون في تاهل الديفلوبر ان هو كمان يقدر يعمل ريليشن ما بين الاوبجكتس وبعضها. انواع الريليشن دي ايه؟ عندك في حاجه اسمها الاسوشيشن. الاسوشيشن بقول لك an object ability to reference another independent object. يعني ايه الكلام ده؟ بقول لك ان ال object بتقدر من جواه تريفير ل object تاني independent، يعني ده مش معتمد على ده. يعني مثلا الكود اللي قدامك دون عندك function بتكريت object، باخد بعمل منها اتنين object. object الاولاني اسمه جون سميث والتاني اسمه فريد سميث. فباخد فريد سميث واقول له فريد سميث دوت بيرنت اللي هي البروبرتي بتاعته، واقول له بتريفير تو الايه الجون سميث. يبقى انا كده عملت ريفرنس من الفريد سميث للجون سميث. تاني حاجه اسمها الاجريجيشن. الاجريجيشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما بيكون عندك اوبجكت وبيقدر يحتوي على اوبجكت تانيين جواه، ولكن هو لو انا مسحت الاوبجكت اللي اسمه كومباني ده، والامبلويز دي عباره عن اري، والاري دي فيها اوبجكت اكتر من اوبجكت من نوع بيرسون. تمام، هنا عملت بيرسون 1 وبيرسون 2 او جون سميث وماريو روزي. فانا هنا لو انا مسحت مثلا الكومباني دي، فبالتالي دول مش هيتاثروا لان هم اندبندنت مع نفسهم. الـ composition بيقول لك an object ability to contain one or more dependent objects. يعني بيقول لك ان الاوبجكت الواحد بيقدر يحتوي جواه على اكتر من اوبجكت dependent عليه. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني الادرس دون بيعتمد اعتماد كلي، وجوده بيعتمد اعتماد كلي على وجود البيرسون. يعني مفيش ادرس لو مفيش بيرسون. تمام، يبقى في بيرسون يبقى في ادرس، يا يا ولا عايز تحط ادرس حطه، مش عايز خلاص. فدي معنى الكومبوزيشن. نيجي للحاجه التانية بقى، ان بيقول لك لازم البروجرامنج لانجوج اللي انت تستخدمها يكون فيها الحاجات الاساسيه او الاو بي برينسيبلز الاساسيين، اللي هم الانكابسوليشن والانهيرتنس والبوليمورفيزم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ اول حاجه لغه البرمجه اللي هو باتباع الـ OOP بتاهل لنا principles. لو احنا طبقنا الـ principles دي، يبقى احنا كده ماشيين على مبدا او programming paradigm OOP.
ايه الانكابسوليشن ده؟ الانكابسوليشن هو جروب داتا اند ذا كود ذات مانيبيوليت ات كيب ذا انترنال ذا ديتيلز هيدنج. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناته ان لو عندك مثلا اوبجكت معين، والاوبجكت ده فيه فانكشن معينه، الفانكشن دي وظيفتها ان هي مثلا لو عندك اوبجكت اسمه مثلا company، والcompany دي فيها ميثود اسمها sort employee by name. ف وظيفه الميثود دي اللي هي تاهلك ان انت تعمل sorting للامبلويز اللي عندك. فكون كون الميثود دي مكتوبه بالطريقه دي، فانت لما تيجي مثلا تعمل اكسبورت للكود ده تستخدمه في حته ثانيه، فانت بتقدر ان انت تاكسس الميثود دي من غير ما تعرف الامبلمنتيشن اللي جواها. طب وده مفيد في ايه؟ او ليه انا اصلا بعمل كده؟ لان بيقول لك ان انت باستخدام الطريقه دي ان انت تعمل الاكسبورت وامبورت في حته ثانيه، وان انت تقدر تستخدم اسم الفانكشن بس، فده بيسهل عليك الكود قوي. يعني انت مثلا مش مضطر، اللي مالكش دعوه باللوجيك اللي موجود جوه الفانكشن دي، انت بس بتستخدم الاسم بتاعها عشان تنفذ فانكشناليتي معينه. تاني حاجه اللي هو to make it easy to change the internal algorithm without affecting on the result. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا مستخدم الكود ده، عامل له اكسبورت وعامل له امبورت في حته ثانيه، فلما بتيجي تعدل الالجوريزم اللي جوه الفانكشن دي بتعدله عادي في المكان ده، وما بتعدلوش هو اسم كده كده اسم الفانكشن متكرر مثلا في 20 فايل تاني او في 20 مثلا حته تانيه. فمجرد ما انت بتلعب في الالجوريزم هنا، هو بيفضل الكود شغال زي ما هو طالما انت مع الريترن بتاعك هو. ولكن انت مثلا معدلت الالجوريزم اللي هنا، بدل سورتنج مثلا بطريقه ابطا، خليت مثلا الطريقه تبقى اسرع شويه. بس هي دي الفكره. وده الحاجه دي انا اسمها تشينج مانجمنت، اللي انت تقدر تشينج في الالجوريزم ومن غير ما تغير او من غير ما تاثر على الريزلت. في حاجه تانية، لو انت عملت الكود بالطريقه دي، عملت الاوبجكت بالطريقه دي، ففي هنا ميستيك كبير جدا او غلط كبير جدا كبير جدا، اللي هو الكومباني دوت امبلويز هي عباره عن اري انا هنا عدلتها خارج الاوبجكت ب ذس دوت جوك، وده سترنج. فبالتالي الفانكشن دي لما تيجي تشتغل على السترنج ده هتطلع لك ايرور. فبالتالي لما تيجي تنفذ هذا الكود لازم تخلي الحاجه اللي بتعتمد عليها الفانكشن دي اوريدي هي كمان تكون برايفت. وتعالوا بقى نمبلمنت الكود ده بالطريقه الصحيحه. دلوقتي عندنا فانكشن بتكريت منها اوبجكت، عملت كومباني، وبعد كده عشان ان انا اضيف امبلويي ضفت امبلويي كده جوه الاري. هنا الامبلويي هنا برايفت، فانا ما اقدرش ان انا اكسسها من بره، فبالتالي ما اقدرش اغير التايب بتاعها من اري لاي حاجه تانية. بعد كده اما بعوز اكسس الامبلويي بستخدم الميثودز اللي اسمها جيت امبلويز. فبالتالي هنا وفر لي الكونسبت بتاع الداتا هيدنج. تاني حاجه هنتكلم عليها النهارده هي الانهيرتنس زي ميكانيزم باي ويتش ان اوبجكت كان اكواير فيتشر فروم وان اور مور اذر اوبجكت. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان في كتير من الاوقات بيبقى في بعض البروبرتيز اللي شيرابل او مستخدمه في اكتر من مكان نتيجه التشابه ما بين الحاجات اللي انا بستخدمها. مثلا لو انا مثلا عندي بيرسون والبيرسون ده، وعندي بروجرامر في الشركه بتاعه، فالبيرسون له نيم وشور نيم، والبروجرامر هيبقى له برضو نيم وشور نيم. فبدل ما نكتب ده مرتين هنا، ده مره هنا ومره كمان، اكرره مره كمان في البروجرامر في الفانكشن اللي بتكريت لي بروجرامر اوبجكت، لا انا بس استخدم مره واحده واعرف البيرسون، واعرف ان على البروتوتايب بتاع البروجرامر ان في بيرسون اوبجكت بنفس البروبرتيز اللي هنا.
فكده انا كتبت الحاجه دي مره واحده بس وعرفتها على البروتوتايب بتاع البروجرامر. فكل ما باخد بروجرامر هو بياخد معايا النيم والشور نيم زائد النون لانجويج. بعد كده هنكتب الكود ده باستخدام الكلاس ده طبعا بالطريقه القديمه، افضل يعني ما تشتغلش بالطريقه دي، تشتغل بالطريقه الجديده اللي هي الاي اس 6. انا هنا عملت تعريف للاوبجكت بتاعي، عملت تعريف للكلاس بتاعي، وبعد كده عملت له اكستند. البروجرامر بيكستند البيرسون، فبالتالي بقى عنده النيم والشور نيم. وبعد كده الكونستراكتور بتاعه بيضيف له النوليدج، تالت حاجة هنتكلم عليها النهاردة هو مبدأ البوليمورفيزم. مبدأ البوليمورفيزم بيتكون من حاجتين أو مصطلحين، هما الأوفررايدنج والأوفرلودنج. فالأوفررايدنج هو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة، والأوفرلودنج لما هنتكلم على الأوبجكت أورينتد بروجرامينج إن مور ديتيلز يعني في فيديو تاني. فهنا مبدأ الأوفر رايدنج اللي هو بيبقى عندي مثلا كلاس اسمه أنيمال. الكلاس اللي اسمه أنيمال ده أنا بستخدمه كالبيس كلاس بتاعي أو المين كلاس بتاعي، وبعد كده بعمل منه سب كلاس أو بانهيرت منه، بعمل كلاس اسمه دوج بينهيرت من ال بيكستند الأنيمال. فالأنيمال عنده ميثود اسمها ميك ساوند، فهنا الساوند ده بيبقى الفانكشن دي عشان تطلع صوت اي انيمال. فعشان كده لو انا عملت كلاس اسمه dog بيكستند الانيمال، انا عايز الميك ساوند دي تعمل صوت الكلب. فهنا بقدر اعدل الفانكشناليتي اللي موجوده في المين كلاس، بعمل عليها اوفر رايدنج في السب كلاس، وهنا يبقى اتحقق مبدا الاوفر رايدنج. هنتكلم عن الموضوع ده in more details في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. وبرضه هنتكلم عن مبدأ الـ overloading في الفيديوهات القادمة في الـ object oriented. كده الجافا سكريبت قدرت تحقق لي الـ 3 main principles اللي بيستخدموا في الـ object oriented programming. وحققت لي اول حاجه ان الاوبجكت بيقدر يديسكرايب الرياليتي، وكمان بيقدر يعمل ريليشن مع الانذر اوبجكت. هنتكلم بالتفصيل بقى على الاو بي برينسيبلز بالتفصيل، كل واحده ندرسها بالتفصيل في الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.